تنصروه فقد نصر الله إذ خرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان أرضا قريبا وسائلا وخيات
وخيرتين مشى مع الدراري، ضحك مع الرجاله، ضحك مع الله يلحق بالصالحين، الله يبقى السيئات والحسنات، الله يبقى البركة على أهلي ولو يبقى الله يرزقكم السفر الجميل، الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبتوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبت منطقة، اللهم اغفر لنا وله ولا تكرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم والدي والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان والإسلام وارحم بفضلك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلطان المسلمين الله ينصره الله يوفقه للخير وعنه عليه اللهم أصلح به البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا يا مولانا بسترك الجميل اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على Thank you.